جمعية سلا وفريق الجيش الملكي عقد المدربان حسين أشلة ورشيد الطوسي ندوة صحفية طلع من خلالها رجال الإعلام على أهمية المباراة والطموح المشترك في الوصول إلى النهائي رغم اختلاف الإمكانيات. المتابعة لمحمد بن ثابت بكاميرا محمد جديع. تمهيدا لمباراة نصف نهائي كأس العرش بين جمعية سلا والجيش الملكي، نظمت إدارة الناديين ندوة صحفية لتسلط الضوء على حيثية مباراة لم يتم تحديد مكانها وموعدها بعد. فعالية الفريقين معا ينتظران معا صدور قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووضع حد للجدل القائم بشأن ترحيل المباراة إلى أحد المدن إما فاس أو طنجة أو مراكش. مربع الذهبي فيه التالوت المرعب، اللي كنقولوا التالوت المرعب هو الجيش الرجاء والوداد، يعني حظ كبير وشرف كبير على انه يعني المربع الذهبي غيكون كيكملوا فريق جمعيه سالا، هذا في حد ذاته تتويج. اظن بان هناك ديربي بالعاصمه بدار البيضاء، فنتمنوا كذلك وحنا كتفرق تسرق مدينه الرباط ومدينه سلا نهر ابو رقراق، يعني هي تعتبرها هي كمدينه كبيره واحده، فنتمنى يكون هذا ديربي ولكن ديربي بمواصفات ديال الديربي. مدرب الجمعية السلوية أكد أن استعدادات فريقه لديربي الرقراق مرت في ظروف عادية ولم تخرج عن المألوف، وأن التركيز انصب بالأساس على ما هو ذهني أكثر مما هو بدني أو تكتيكي، وعبر عن آماله بأن يقدم الطرفان منتوجا كرويا في المستوى ويكون في المدرجات قبل الملعب. من جانبه أكد رشيد الطوسي الذي سبق وأشرف على تدريب الحسين أشلة موسم 99-2000 أن الفوز بهذه المباراة يبقى مطمحا مشروعا ويدخل ضمن استراتيجية فريق الجيش الملكي على المدى القصير، وأضاف أن الهاجس الكبير الذي يؤرق المدربين معا هو الطراوة البدني للاعبين، وكشف أن فريقه سيخرج كل الأسلحة للظفر بنتيجة هذه المباراة معولا على جمهور الفريقين لصنع الفرجة من على المدرجات. ديربي الرقراق هذا الموسم بين الجيش الملكي وجمعية سلا أضحى ينافس ديربي البيضاء، الجيش متزعم البطولة الاحترافية وجمعية سلا متصدر القسم الثاني. هو الكلاسيكو المرتقى، فقط نذكر بان المباراه غادي يقودها الحكم عبد الله بوليفه، اكيد في انتظار انه الغدا سيتم تحديد المكان والزمان ديال المباراه. كتبقى مباراه مهمه، تابعنا حتى الصوره ديال الطوسي مع أشلة، يمكننا نعتبرها يعني الاستاذ التلميذ، لانه رشيد الطوسي سبق له درب أشلة في يعني في البدايه ديال أشلة مع الجيش الملكي. فنتمنى اهم شيء نتمنوا لان المباراه لا وداد والرجاء ولا الجيش والجمعيه سلا ما يكونوش مباراه مغلوقه وتكتيكيه 100%، حتى ان ان شاء الله الى جاء الجمهور بكثره ما يملش وما يشعرش بالملل. حنا نتمنوا على ان المباريات تكون فيها اهداف، تكون مباراه مفتوحه، والاحسن يفوز اكيد ان المباريات غتكون فيها فائز ومنهزم، ونتمنى على ان الجمهور المغربي اللي غيتابع هذه المباراه تكون عنده ثقافه الهزيمه، لان مباراه كره القدم فيها فوز وهزيمه. اكيد نعم، يعني اكيد جعفر خصني ناخذ الكلمه ديالك لانه انت اشتغلتي مع الجيش الملكي، تعرف أشلة، اعتقد بانه مباراه مهمه جدا بين فريقين، يمكن على الورق هو كاس العرش دائما فيها مفاجات، على الورق الجيش الملكي لانه حضر جيدا فريق بالبطوله الاحترافيه، ولكن الجمعيه السلويه ظهر بشكل وجه مشرف رفقه الجمعيه السلويه، وبالتالي يمكن ننتظروا مفاجات لما لا في منافسه كاس العرش. وكنظن على ان الفريقين بجوج بداوا الاستعداد لهذه المباراه مبكرا، يعني في مناقشه مباريات البطوله ديال الفريقين بجوج، فكيبان على انهم عاطين اهميه كبيره لهذه المباراه ديال النصف النهائي. نعم. بالنسبه لحسين أشلة والجمعيه السلويه فهذا موعد تاريخي، وكنظن على ان غيدافعوا على الحظوظ ديالهم. الفريق ديال جمعيه سلا بين على واحد العطاء جيد، وشفت انا شفت ليه مجموعه من المباريات، يعني فريق اللي ممكن انه يساير فرق القسم الوطني الاول. فريق الجيش الملكي بطبيعه الحال بالتاريخ ديالو بالالقاب اللي محقق فعنده واحد يعني مرجعيه تاريخيه، كنظن على ان المقابله جديره بالمتابعه. واخا محمودي هذا ما نتمنى انها تكون مباريات مفتوحة، ولكن الطابع الاستراتيجي غيغلب على هذه المباريات. نعم.